اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الحمد لله الحمد لله لك يا بابا. معلش عمي معلش معلش حل لي حل لي يا روح يا روح. اللي صار معنا انا كنت انا وزوجتي مثل باقي الناس الساعه 4 تحديدا الاربعة الصبح او 4 ونص صارت هزه اول هزه عاديه عم تقول لي زوجتي الله يرحمها دي قمنا نشيل الاولاد هي عم تقول لي قمنا نشيل الاولاد وهزه الثانيه هزه وانا صرت تحت رديم انا الحمد لله رب العالمين ترك لي طاقه عم بتنفس منها الطفل ها ابراهيم ابني هذا جنبي عم بيصيح وانا عم بسمع صوته بس ما بحسن يعني ما بحسن شوف الترديم وابني الثاني المفقود مصطفى كمان كان جنبي وقت اللي اسعفوني وطلعوني جاد دفاع المدني الله يجزيهم الخير طلعوني كمان طلعوا ابني مصطفى معي ابراهيم هذا ابني هذا انا ما بخبر عنه شيء بتفاجئ بعد ما اجوا اخت هيك وقال ابنك الثاني طيب ما في غير اللي تفهم.